الحمد لله مصرف الدهور والأيام والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق والأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من تبعه بإحسان وإيمان وتمام إلى يومنا هذا، إلى يوم البعث من القبور والنشور إلى الله الملك الأعلام. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والالتزام بأمره، فإنه سبحانه أمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا في الدارين، فلنكن ممن استجاب إلى أمر الله واتبعه وأطاعه، لنكون في الدنيا من المهتدين وفي الآخرة من المهتدين. وهذه الأيام والأعوام تطوى يوما إثر يوم وعاما بعد عام، وتقوي معها أبعاضنا، فكل يوم يمر وكل عام ينقضي يأخذ معه أشياء منا، فيقترب كل واحد منا مع مرور هذه الأيام والأعوام إلى أجله المحتوم الذي هو حق لا ريب فيه، وهي فرصة لمراجعة النفس والوقوف والتأمل في الأحوال والأوضاع، في مدى قرب كل واحد منا من ربه، أهو قريب أم بعيد؟ إن كان قريبا فليزدد قربا، وإن كان بعيدا فليطوي تلك الصفحة وليفتح مع ربه وخالقه ومولاه سبحانه صفحة جديدة من الخير والطاعات والقربات. وإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم ليكون كتاب الهداية للبشرية جمعا، ولذا إذا أراد أحدنا أن ينظر في المصحف أو في كلام الله ليستخرج منه المحور الأساس الذي تدور عليه الآيات، إن كانت آثرة أو ناهية أو كانت مخبرة بشيء، فمحور القرآن هو الإنسان. ولذا وجدنا العديد من الآيات تخاطب الخلق بقوله تعالى يا أيها الناس، بل وجدنا اثنتين من السور تبدأان بنداء يا أيها الناس، أولاهما سورة النساء وثانيهما سورة الحج. أما النداء داخل السور يا أيها الناس فهو كذب، وأما النداء يا أيها الإنسان فهو كذب. وقد ذكر علماء اللغة أن لفظ الناس والإنسان مشتق إما من النسيان، فإن النسيان حالة تعتري جميع البشر، وهي نعمة في مواقف ونقمة في مواقف. كثير منا أحيانا ينسى بعض الأشياء فيقول الحمد لله أني نسيتها، ولكنه أحيانا ينسى أشياء واجبة أو مطلوبة أو مندوبة فيكون النسيان في هذه الحالة خطأ. والنسيان صفة ملازمة للإنسان، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى حاشاه من النسيان، كما في قوله جل في علاه لا يضل ربي ولا ينسى. أما الإنسان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن لفظ الإنسان إما أنه مشتق من النسيان، وإما أنه مشتق من الأنس، لأن الإنسان يأنس أيضا ببني جنسه، يقولون الإنسان كائن اجتماعي لا يحب أن يبقى وحيدا، ومعظم الناس في حال وجوده وحيدا لمدة من الوقت يصيبه من الملل والسأم والفتور والنفور الشيء الكثير، ومن هنا يعاقب بعض الناس بحبس انفرادي لمدة من الزمان يبعدوه عن بني جنسه لأنه يأنس دائما بغيره. ومن الأمثال العامية الشائعة بين كثير من الناس قولهم جنة بلا ناس ما بتنداس، لا تدخل. تصور نفسك تعيش في قصر
واسع جدا ولكن لا يوجد فيه غيرك. انت الوحيد، انت السيد وانت الخادم، انت الامر وانت المامور، ما في غيرك. بسنتين ثلاثه اربعه لا يمكن ان تستمر، سيصيبك ما يصيبك من الملل والفتور من تهاون، اكثر من ذلك قد يعتري الدماغ بسبب الوحشه والعزله. إذا إما من النسيان وإما من الأنس وإما الاحتمال الثالث المذكور في كتب اللغة من النوس. من النوس، والنوس هو الحركة، والإنسان كثير الحركة، وكلنا يعلم هذا من نفسه ومن غيره، أنه حتى وهو يعني في موقف مثلا واقف أو كذا لابد أن يتحرك، لابد أن يحرك إما يديه إما عينيه إما رجليه إما إلى آخره. فلا بد، الحركة بالنسبة للإنسان أمر لازم وطبيعي، طالما أنه في صحته وفي حيويته فلا بد من الحركة. وهذه الاحتمالات الثلاثة كلها صحيحة، وكلها يمكن أن تكون هي الأصل الذي اشتق منه لفظ الإنسان. أريد أن أقف معكم الوقفة الأطول في النداءين اللذين افتتحا بيا أيها الإنسان في القرآن الكريم، لأن النداء بيا أيها الناس نداء عام، وأنا وأنت لما نسمع الله عز وجل يقول يا أيها الناس، تقول أنا وغيري داخلون في هذا الخطاب، فيعني لا يعنيني بالذات، ممكن يعني غيري أيضا، ولكن لما تسمع ربك يقول لك يا أيها الإنسان الفرد الواحد، تستشعر أنك أنت المخاطب في هذه الآية لا غيرك، فلا تقول أقوم بأمر غيري، لا، هذا خطاب لك. وقد لاحظ علماؤنا الأفاضل أن الحديث عن الإنسان في القرآن الكريم تركز أكثر في أواخره، بدءا من سورة، ولاحظ من بدءا من سورة الإنسان إلى سورة الناس، لاحظ من الإنسان إلى الناس حديث عن الناس، وقبلها مباشرة في سورة القيامة التي وردت قبل سورة الإنسان مباشرة ورد نداء الحديث عن لفظ الإنسان خمس مرات في 40 آية، نسبة كبيرة جدا. ثم بدأتنا سورة الإنسان ومررنا بمجموعة من السور إلى سورة الناس، وهذه السور القصار حقيقة مخزن ومنجم للأوامر والنواهي وتبيين طبيعة الإنسان. نداء يا أيها الإنسان أولهما في سورة الانتظار بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم، كيف تغتر أيها الإنسان بالله؟ والاغترار بالله يكون بأن تطمع في رحمته وتخشى عقابه دون الأخذ بأسباب. تقول أليس الله رحيما؟ إذا ما في داعي للعمل. أليس الله صاحب المغفرة الواسعة التي وسعت كل شيء؟ إذا أنا من هذه الأشياء التي ستسع لها رحمة الله. فيغتر الإنسان بهذه الرحمة وبالمغفرة وبسعة الفضل من الله تعالى فيترك العمل أو يقصر فيه، فيخاطب الله عز وجل هذا الإنسان وكأنه يخاطب كل إنسان بذاته يا أيها الإنسان ما غرك، كيف تغتر بالله؟ اعلم أن الله غفور رحيم، ولكن اعلم أن الله شديد العقاب، واعلم أن الله عز وجل يحاسب على مثقال الذرة، وأن الله عز وجل لا يدع لك مثقال حبة من خردل، والخردل نوع من النبات مثل حبوب السمسم تقريبا أو بمثل حجمها أو أصغر قليلا، خفيفة جدا، لا يظلم مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل. فينبغي عليك أن تعلم وأن توازن، لا تغتر ولا يبلغ بك الخوف والوجل من الله عز وجل مبلغ اليأس والقنوط أيضا. وبفضل الله عز وجل ديننا هذا هو دين التوازن. والنداء الثاني للإنسان بعدها في سورة في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبين لنا سبحانه وتعالى طبيعة الحياة الدنيا وأنها دار الكدح والتعب والنصب والشقاء والضنك والمرض والسعي والبذل، كل هذه الأشياء تحصل منك في الحياة الدنيا. وورد في سورة البلد قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في صعوبة، في مشقة، في زعل. وعلماؤنا يا
يقولون تأمل في حالك أيها الإنسان، منذ تولد إلى أن تموت وأنت محاط بالبكاء، يعني لما تولد تبكي، يجب أن تبكي. ممكن تقول لا أذكر، طبعاً أنت ممكن لا تذكر، ولكن من قبلك يذكرون، أو أنت ترى هذا في أولادك ومن بعدك، بل إن القابلة أو الممرضة أو الطبيبة أو إلى آخره بعد أن يولد الطفل الصغير إن لم يبكي يضرب حتى يبكي، يجب أن يبكي لكي تنفتح الرئتين ويبدأ بعملية التنفس. اللحظة الأولى لك في الدنيا بكاء، واللحظة الأخيرة لك في الدنيا بكاء، إما من نفسك أو ممن هم حولك. هذه الدنيا خلاصتها من بكاء إلى بكاء، من كدح إلى كبد، من مشقة ونصب وتعب وبلاء ونواقص وأمراض وأشبه ذلك، من بداية هذه المرحلة إلى نهايتها. هذه خلاصة الحياة الدنيا التي نحن جميعا نحبها، نرغبها، نريد أن نبقى فيها، نتشبث فيها لآخر لحظة. أي إنسان منا أو من غيرنا لو قيل له أو شعر بنفسه بعوارض مثلا الموت ماذا يفعل؟ يبدأ بالعلاج وبالسعي نحو تأجيل الأجل قدر ما يستطيع. ولو قيل لأحد الناس مثلا أجل غدا، ولكن إذا بتدفع كل يوم مثلا $1000 من مدتك قد ما معك فلوس ماذا يفعل؟ كلنا ماذا نفعل؟ نكسب الفلوس اللي معنا، نبيع سيارة، نبيع بيت، نبيع مكان، يعني نريد أن نبقى في الدنيا. هذه طبيعته، ليس الإنسان فقط بالمناسبة، حتى الحيوانات الأخرى في كل مستوياتها تحب الدنيا، مع أن الدنيا بالنسبة لهذه الحيوانات ما هي لا عندها بيوت ولا عندها، لا ليست تلك العيشة الفارهة، ولكن غريزة البقاء موجودة لكي نبقى هذا الكون عامرا. ومن هنا الحيوانات في كل مستوياتها، الحشرات، الزواحف، الطيور، الأسماك تتفنن، طبعا ليس منها، هذا برحمة من الله فيها، في الدفاع عن نفسها. وفي مثلا بعضها سريع جدا، بعضها عنده سم مثلا للدفاع عن النفس، بعضها يغير من لونه ليتلائم مع المكان حتى يفتدي، بعضها عنده مثلا لسان طارق او جناح طارق او ذيل طارق مثلا بقوه، وهكذا كل عنده جوف الذي عنده موقع يتخطى، وهكذا. تامل في احوال هذه المخلوقات من الانسان الى سائر الحيوانات التي حولنا تحب الدنيا وتتعلق فيها وتتشبث بها الى اخر لحظه. الله عز وجل لا يريد منا ان نكون هكذا، لا يريد منا ان نكون اهل الدنيا فقط. الدنيا بالنسبه لنا مرحله، كلنا يعلم هذه المرحله وكلنا يعيشها وكلنا يعرف متى يجب ان تتوقف هذه المرحله. الموت بالنسبه للجميع حق لا ريب فيه، وان كنا في كثير من الاحيان نتغافل ونتعامى ونصم اذاننا عن الموت اذا سمعنا بموت نزل لاحد الناس من حولنا. المهم لست انا ليبتل الموت لكل الخلق الله، هذا لسان حال المعظم، ولكن الواجب على الانسان ان يهيئ نفسه، الواجب على الانسان ان يكون دائما متيقظا مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. وكما ان الولاده بالنسبه للجنين انتقال من ضيق الى واسع، وكذلك الموت بالنسبه لكل انسان انتقال من ضيق الى واسع. من ضيق الى واسع الولاده، والموت من ضيق الى واسع. وهكذا هذه فلسفتنا ومعرفتنا من خلال الايات ومن خلال الاحاديث، ما الذي اعده الله عز وجل لعباده المؤمنين بعد الموت شيء رائع وعظيم جدا، ولكن مشكلتنا في اننا لسنا على يقين، لسنا على يقين بما عند الله. ما في واحد منا متيقن انه من اهل الجنه، متيقن من ان الله سيغفر له او سيرحمه او سيقبل منه عمله، ولذلك تجدنا نفر من الموت او نبتعد عنه او لا نريد ان يقع علينا وان يقع على من حولنا. نسال الله عز وجل ان يوصلنا بهدي كتابه، وان يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته ويتاملون فيه ويتدبرونه ويفهمون معانيه ويعملون بما فيه. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أؤكد على نقطة ذكرتها قبل قليل، وهي أن من الصور من صورة الإنسان إلى صورة الناس لك أيها الإنسان، لك أيها الإنسان لتتأمل ولتعي ولتتدبر ولتتفكر ولتتعظ ولتتعلم ولتعمل بعد ذلك بهذه الآيات. لما يخبرك الله عز وجل في إحدى هذه السور بأنك كنود، إن الإنسان لربه لكنود، وهذه صفة ليست حسنة، صفة سلبية، صفة سيئة. لماذا أخبر بها؟ لكي أبتعد عنها وأتركها. وإذا خاطبك الله عز وجل في آية أخرى وقال لك: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وفي المقابل فيقول ربي أهانن. هؤلاء الذين يحكمون بالظواهر لا بالبواطن، ويحكمون بالقشرة لا باللغة، فإياك أن تكون منهم. وإذا قرأت قوله تعالى مثلا مخاطبا البشرية جمعاء والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا، فتجتهد أن تكون من هؤلاء المستثنين من الخسران والضلال البعيد. وهكذا ميدان رحب فسيح لك أن تتأمل وتتفكر، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لنا: إن كان حلمك أو ظرفك لا يسمح لك أن تتأمل في جميع الآيات فهذا قسم منها، يشكل تقريبا 1/27 من باقي القرآن الكريم من سورة الإنسان إلى سورة الناس. قف أمامها وتأمل فيها وتدبر وانظر كل صفات الإنسان السلبية لتبتعد عنها والإيجابية لتعمل فيها. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين مع بداية هذا العام الجديد أن تجعله عام نصر وخير وبركة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم خفف الوطأ والبلاء والمحن عن إخواننا المسلمين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أفرجهم بمدد من عندك وفرج الكرب عنهم يا رب العالمين. واكتب لنا يا ذا الجلال والإكرام فتح بيت المقدس والصلاة فيه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الوفاء والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أحبة وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح أولادنا وذرياتنا أجمعين يا رب العالمين. وأسألك يا ربنا أن تزيدنا هدى على هدى وخيرا على خير وفضلا على فضل وبرا على بر، فإنك سبحانك التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ووفقنا لما فيه مرضاتك وجناتك جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم اذكروه يغفر لكم، صلوا على نبيه صلى عليه وسلم. فاستقيموا واعتدلوا يرحمكم ويرحمكم الله. لو الصفوف وصفوف من وجد حرية في الصف امامه فليقل توجهوا الى الله بقلوبكم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء وإذا الكواكب انكثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
نارا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.